مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسيب بيح عبدي او سعودال شغو كتشوغا مغالي حيبيد دبربراء حرونتا قبل كالساحل ايا كورميري حرونتا شايباركا هايدا دورستا تيادا اي جمهورية الصومالي لان اي مغالي دبربراء هالكا صولوغوه بين دونو انتوينكا يدوينكا دلكن جمهورية الصومالي لان كسو دقا قدوميا هايدا دورستا تيادا اي جمهورية الصومالي لان موسى حسن يوسف ايا كور رمي لسمها شايباركاني مرحلته وصوم مري إيه وحيابها وكده بول الدورو باهدي أي جمهورية الصومالي لانو قبتي إنا باردو أوه بيسو تيادا عنتوين كي دوين كا جمهورية الصومالي لان كسو الدقيا مدن مدح وينة وفتقة وقامنا إيسان فرحاد وين بينوتينا نذكسو دوينو دسمه يشقضي لابكا هو بنتا تيادا دوذا يعنتدا فرحاد وين بينوتا هاي مدن مدح وينة وصلنا دي وحوقابي هاي مركي هالكن يضو مرن عدنو دقح دكتي وإلهي مهدي وحلقة مال قلية ميزانية دا غرنكا دسمياشاس وكا كوبان شان غيبوت عنو قلت لقل اللاب كنين وش غيسو هير ستاندرد عالمية مادامو واي قوانكا قاريسو أرهما مسيرية و قفكي بالآدم كاي وحو قوذين يي محو هاق اينو قوانكا قارينو مدنا مدح وين آذي أدبانو كاقا مهد علينينا ما لنتي هالكن اينو تاقنين اي مرنايد انو دا حدكتاي يديري قلينتك وحن كلو أنا وأدو قوم هاد علينا وزير كمالية دا وحن دوننا إن شاء الله دورك الدم بين مدح وين عاد بربرت مهدد لاب كيو شقينا يسا إن إنه حفلة سما إنه وعي قلنا أو جن عصت دا يوم حوها هاي دا هي اللامها كل دورنا نكسو عسنو الله أركو سيدا إنه أهو بينا إنه أما أبارة إنه حوها عقب كستا أدل كينا صوغ لا وزير كورمرين تمالية دا جمهورية الصومالي دكتور سعد على شراء أي كور همي إن لسمها شيباركن لغي هرقليي ميسانية دا قرنك جمهورية دا سوبالي لان تاسنا عي مراغو تاي قرنكو مركو اسكو تشدو قولها او قارو اي وحكو اول قاها مدحويني لسمهن يا مداشن قرح دا بدن لي اينو لح تاغن هاي وحينو كمال قليني ميزانية دين واتو سالي وحينو قبسن كرينوكو مدحويني مسويلي دو وهو الرئيسا دولي دو وحوي اينا سوكتو نبدا يبت قبك موادنك شيء بارك أنا بقول لهم دي هاي عيدن كين فرنت كتير يقول لهم هو فرنت ويرنتي فارك لقى سوا قرا لقى بحو ذلك بده حوين يروحوا لعب كانوا كرسوني وينز إن السينا يا إن وحيابه إن دبده كك إنه أنت دي دول خاصة إنه بدن وهذا إنه استعماله إن يهين كوا كهب كوا كهبون إن لقاته بده حوين يروحوا كل لعب كانوا نجع عاونا يا وحيان يقولوا فينين وشهادة بين السين اللي واحد بيفنين يعني بيا قبان إن متقن بيت قبان وتجد رئيس الرئيس وأول كان توك عالم بكرنتي واحد رجيني لعب كنا نبارد دوني وكلية وحي سود دجال لكن وحي بحنا وباريا حتى سو ما لنا دكلي كوي كان ما يجلس كبا حرم بنغندو أنا إن شاء الله يجلس كبا وادكته مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسيب بيح عبدي ايا كور همي مهمد اي لاد هاي اني الصومالي لان لنا اول باعس كقفل لاتو taasina ay horumar ku gaari karaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda quality control-ka ama tayada oo runtii waxay leeyihiin qoladaas hay'addu wax la dhahay abuurka urusta wax badan bay uriyeen in badan bay ku dadaaleen inay hawl hirgasho hubinta tayada wixii aynu u baahanahay dhar iyo dawo iyo rool caafimaadkeena wixii ku xiran dhan in badan bay ku dadaaleen imka waxaan leenaynaa shay baadha badan wasaaradda biyo qaalbi haysa wakaaladu qaalbi haya hay'adan gaadiidku ciidda meel ba haysa iyo tayada ayagto shidaalkii uu ahaamo la joogaa uu ka soo horreeyay marka halkana waxaan qarnaysaa xarun horta marka hore laga hoggaamiyo mustaqbalkana waxaan u gaaray in u tababarro dad ay gabigooda centralize kareen waxa soo dhaafay halkana waxa weey xaruntii laga wadaayay si cilmiyan ah baarista hawlaha qaranka xaruntoodii marka meel kasta hayaan marka hore sharciga waa la sameeyay marka sharciga la baaskareeyay haddana fulintiis waa waqti qaadanaysa waa in dadku wada bislaada si la isugu duulaha marka aad iyo aad baan isku ogaadinayaa hawsha badan ay gasheen waa sii kordhinaya dagaalka hawl badan baa inoo taala halka anu waxaan qabaa haddii dadku si wacan u fikiro oon horumarka u jeersan oon waxyaalaha yarar ee waqtiga naga lumiyay ka badna waxba uu qabsan karin baryo badan waan ka maarmaa هذا دونك كيش دونك
raawar waxaan noodna waxa wanaagga waa qabsan waxaan filayaa dadka qayb keenay horumaray weynu gaagna mudane muuse biixi abdii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu ka waramay in qaranka jamhuuriyadda soomaaliland 30 sano ee u dambeeyay uu ku talaabsaday horumar kala duwan isla markaana uu diyaar u yahay in qarankani uu horumaro doorashada baan galaamka ugu muuqbadan dalka dhaqaalaha doow waxa ku lumaa doorasho iyo waqtigeeda iyo xanafteeda waa markaa beenkeeda lagu wadaarsan yahay iyo marba natiis ka soo baxay la isku khilaafay la bogsiinayo iyo qarashka dal hoqba waan fikir karnaa warseen doorashada kana u ururna warseen soo lahayna yar waxaan dad u traumatizeraa wax walba xagga kulkeegay taana waxaan leeyahay waa laga waantoo doonaa insha Allah daayirsiin daayirta ayaa aqal badan leh daayirta waqti yar iyaga waxa salaadnay hadii taayada ay dabdab saahid ragii nimanka oo deeg ma la daayir ma staan de mus ma yar nimanka dambe in raawda leedahay idinku bal xaqi progresska dadka u duwa dadka ku jeeyay waa laga baxaa buuqa bilaa macraha ee maalba taagan Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.